استمع وياكم متابعين الكرام إلى رسالة مجلس النواب يقدمها لنا السيد حسن العلوي رئيس قسم البحوث القانونية. صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالخير أخوي يونس، وصبح على كافة المستمعين الكرام بالخير، وأشكركم على هذه الاستضافة في برنامجكم صباح الخير يا بحرين عبر أثير إذاعة البحرين، لأطلع المستمعين على أهم مجريات الجلسة العادية 33 لمجلس النواب. وفي البداية أود أن أغتنم هذه الفرصة في الحقيقة لأرفع أسماء آيات الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه على تفضله بالتصديق على القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، والتي أجازت للعاملين في القطاع الخاص ضم مدد خدمة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين بما لا يتجاوز 5 سنوات أسوة بأقرانهم الموظفين العاملين في الدولة. وهذه الميزة التي طالب بها المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ويفخر مجلس النواب الحقيقة اليوم بصدور هذا القانون الذي كان بناء على اقتراح من أصحاب السعادة النواب الموقرين. ويعد هذا القانون ثمرة من ثمار التعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر حفظه الله، ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد الأمين النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. كما أن هذا القانون إنجاز يضاف للكثير من الإنجازات التي حققها المجلس للمواطنين، مثل على اقتراح علاوة السكن وعلاوة الغلاء وغيرها من الأمور التي يحرص مجلس النواب على تحقيقها للمواطنين. أتمنى أن يسعفني الوقت الحديث عن أهم المشاريع بقوانين التي سيناقشها مجلس النواب في جلسته لهذا اليوم. فهناك مجموعة من المشاريع بقوانين التي لا يمكن التحدث عنها في هذه العجالة، ولكنني أود الحديث عن مشروع بقانون أعتقد شخصيا أنه من أهم المشاريع التي سينظرها المجلس هذا اليوم، وهو مشروع بقانون بإضافة بند جديد إلى قانون الأحداث. ومضمون هذا المشروع هو المعالجة التشريعية لحالات ضبط الحدث في إحدى الجرائم، حيث يضيف تدبير جديد إلى التدبير الذي يجوز للقاضي اتخاذه، وهو إخضاع الحدث لبرامج تربوية ووطنية تكفل إصلاحه، حيث أن هذا التدبير المقترح لا يقيد حرية الحدث وإنما هو تدبير يعطي المحكمة المختصة حرية أكبر في اختيار التدبير المناسب لعلاجه وإصلاحه، بدلا من إيداعه في الإيداع المقيد للحرية. كما سينظر مجلس النواب الموقر هذا اليوم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول بعض المشاريع الخدمية التي التزمت الحكومة الموقرة بإنشائها ببرنامج عملها للسنوات 2015 حتى 2018. هذا كل ما لدي في هذه العجالة، وأشكركم على هذه الاستضافة. لا شكر على واجب، نتمنى الخير والتوفيق والسداد لكم. شكرا على إطلاعنا بالمستجدات، ونتمنى لأصحاب المعالي النواب المزيد من التوفيق في جلسة اليوم. شكرا. كل الشكر للسيد حسن العلوي رئيس قسم البحوث القانونية. شكرا. في أمان الله.